تفضلاً. شيخنا بس في كتاب يعني سؤال صغير جدا عن الماضي. تفضل. شيخنا كتاب الروح لابن القيم. القيم الجوزية. أيوة. هل يعتمد عليه شيخنا هذا الكتاب؟ لا يعتمد عليه. لا يعتمد عليه. ولو كان ابن القيم هو عندنا قيم. لكن كتابه إن صح نسبته إليه فهو من الكتب التي تشبه ما يؤلفها الناشئون اليوم في العلم والذين فالظاهر إن صحت نسبة كتاب ابن القيم كان هذا الكتاب من أوائل ما ألفه يعني قبل أن يتحرر من التقليد والجمود الفكري والمذهبي والخرافي واضح؟ واضح جدا الله يجزيك خير شيخ الله يحفظك أهلين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته